يوم بدر تعلم ما وقع للمشركين من هزيمة نكراء، وقتل من كان يحمل اللواء من بني عبد الدار. فلما كان يوم أحد أراد القرشيون من الأمويين وبني مخزوم وغيرهم أن يؤلبوا بني عبد الدار. هم يعلمون أنهم لا يملكون أن ينزعوا اللواء من بني عبد الدار، لكنهم يملكون أن يؤججوهم على أهل الإسلام. فقالوا: يا بني عبد الدار، إنما أوتينا يوم بدر من بسببكم، فاللواء بيدكم، فاحموا اللواء وإلا اتركوه. وهذا أمر يثير حفيظة النفوس. فتمسك بنو عبد الدار باللواء حتى إنه قتل منهم قرابة 11 رجلا يوم أحد. كلما حمل اللواء أحد منهم قتله المسلمون، إما برمح أو إما بسيف أو بسهم، فيسقط اللواء فيحمله رجل آخر فيقتل، وهكذا. حتى جاءت امرأة حارثية يقال لها عمرة فحملت اللواء. فكان ما كان بعد ذلك من انتصار قريش عندما التف خالد بالفرسان بعد أن نزل الرماة من الجبل. يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب، فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. والمعنى: لولا أن الله قدر أن تلك المرأة الحارثية تحمل اللواء نيابة عن بني عبد الدار، فيلتف المشركون حولها وخالد من خلف المسلمين، لكان هؤلاء القرشيين أسرى يباعون في الأسواق كما يباع الممالك. هذا مقصود حسان رضي الله عنه أرضاه في شعره. لكن نبقى في قضية أن بني عبد الدار كان بيدهم اللواء. هند بنت عتبة لما شهدت معركة أحد مع جمهرة نساء حضرن من مكة للمعركة، كانت تناديهم: واهن بني عبد الدار، واهن حماة الديار أو حماة الأدبار، تؤججهم ترغبهم في البقاء على اللواء. وقد كانوا رجالا، حتى إن منهم رجل مملوك من مماليكهم وفي لسانه عجمة لا يحسن العربية، فحمل اللواء بيده، فبتر المسلمون يده فحملها بالثانية، فبتر المسلمون يده فأخذ يجعلها في عضديه، ويقول لقد يعني كلمة قالها بلهجته الأعجمية، إنني يعني قد قالها بدل الذاء قالها زاء، ويريد أن يقول لقد أعذرت، فقالها بالزاء لأنه لا ينطق الذاء للعجمة التي في لسانه. ويريد أنه ضحى كما ضحى أسياده وأعمامه من بني عبد الدار، حتى تعلم كيف كانت العرب تر إلى اللواء وكيف تعظمه. ولذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام عظم اللواء يوم موته، وقاتل دونه حتى مات شهيدا. مصعب بن عمير كان بيده لواء المسلمين، لواء المهاجرين في أحد، وقتل دونه. فأمر اللواء في الحروب شأنه عظيم. فجعل اللواء من قبل قصي بن كلاب في بني عبد الدار. ولذلك كان حسان رضي الله عنه وارضاه يعلم أن بني عبد الدار ليسوا في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يهجو قريشا يتوخى من لم يكن في عمود النسب، وكان يأتي حسان إلى أبي بكر لعلمه بأنساب العرب وأنساب قريش خاصة، فيأخذ منه العلم بالأنساب حتى لا يقول قولا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أهجوهم، قال: لا تهجوهم وأنا منهم، قال: لأستلك منهم كما تستلوا واستلوا الخيط من العجين. والمقصود منه أنني لا أرمك بشيء. فقال حسان في أبياته المشهورة بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء.